السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. قطع الخط الشيخ قبل قليل، أردت أسألك حول مسألة التبرج في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هل التبرج المقصود من هنا الزينة أم التبرج الظهور في الأبراج؟ وهل ما صنعته ملكة تدمر من أنها كانت يعني رئاسة حكومة عندها ولم تنزل وتقود جيش بنفسها كما صنعت أمنا عائشة؟ أنا أعرف أعرف مكرك ودهائك، لكن ربي يسطره عليك. إذا ذكرناك بالله لكن مثلك الظاهر أن الذكرى لا تجدي معه، يعني يلف من بعيد ومن قريب حتى يطعن في أمنا عائشة رضي الله عنها زوجة رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة مثلك لا يجاب عليه، وأشكوك إلى الله. أقرأ بعض الآيات من التي تلتها يا نعم.